هون لأن ما بقى في مطارح، ورحنا مدارس بيقولوا سكروا المدارس ما عاش في مطرح الوحدة تمام. وصراحة عندي طفلة صغيرة والوضع كتير مؤسف على اللي عم نعيشه. يعني صراحة حياة عمرنا ما وصلنا لهذا المصير، والناس عم تموت والناس عم تتدمر، ولاد عم بصراحة عم يتشقفوا وما قالن شي بالحياة، هودي بعضن أطفال. أنا مش متأسفة بعد حالي لأنه ما بقى فيها شيء الحياة بلبنان أصليتاً، يعني لا سياسي وصراحة ما بقى يهمني شيء.